الحمد لله طبعا. وخلي بالكم انا بعتقد الفرحه الكبيره ديت ما كانتش هتبقى كبيره قوي كده لو كنا مثلا سابقين ب 15 بونت ولا بالزبط. يعني الموضوع بيختلف ان دايما ربنا عايز يفرحك ان ممكن جدا يعني فوز صعب ويمسك للاخر في اخر سنه مع فرقه كمان كبيره فرقه يعني معظمها في منتخب مصر كلها قوامها كله منتخب مصر المدرب بتاعها مدرب منتخب مصر فهي الفرقه اوريدي كبيره واحنا ظروفنا فول تيم كمان وما عندهمش بالظبط ما عندهمش ولا حد فول تيم يعني